واحنا بنتكلم على المركز القومي للبحوث واحنا في الايام دي ايام اكتوبر وانتصارات اكتوبر، كان ليا الشرف الحقيقه ان انا زرت اسره عالم مصري كبير بينتمي للمركز القومي للبحوث، وكان ليه دور حيوي ودور مفصلي في حرب اكتوبر. هو الدكتور محمود سعاده، احد وقتها كان احد العلماء الشباب في المركز القومي للبحوث. وقبل الحرب بفتره قصيره جدا في بدايه السبعينات كان في صعوبه في انتاج الوقود او يعني استيراد الوقود الخاص بالصواريخ، ولو انا ما كنتش غلطان كانت صواريخ سام 6 اللي هي الخاص طبعا بمنظومه الدفاع الجوي. فكان في مشكله في توفيرها وقتها. فالتدوير والبحث قاد الى ان في احد العلماء الشباب في المركز القومي للبحوث بيشتغل على الموضوع ده، يقدر يعمل التركيبه دي اللي تقدر تكون كوقود للصواريخ الخاصه بالدفاع الجوي. فبالفعل تم التواصل مع الدكتور محمود سعاده وقتها العالم المصري الشاب وقتها في اوائل السبعينات عشان يشتغل على هذا البحث، وكان تحدي كبير جدا. قدر هذا العالم المصري الشاب ان هو يخترع او يبتكر او يكون هذا الوقود معمليا، وبالتالي تم انتاجه هنا في مصر، وكان ليه دور كبير جدا في عمل منظومة الدفاع الجوي المصري اللي طبعا وفرت المظلة والحماية لقواتنا في العبور. والطريف في الأمر لما كنا عرفنا من أسرته أنه هو لم يخبر أسرته بشغله على هذا المشروع إلا بعد انتهاء الحرب بسنوات طويلة جدا. كان هذا الأمر في طي الكتمان رحمة الله عليه، وكمان يعني كان رحل عن عالمنا في ديسمبر 2011 وحاز على جائزة الدولة التشجيعية ووسام العلوم والفنون. إن القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري. مشكلة تهدد الحرب، وقبل أربعة أشهر من موعد السادس من أكتوبر فالوقود الخاص بصواريخ الدفاع الجوي انتهت صلاحيتها، والسوفييت توقفوا عن تزويد مصر بالوقود انتقاما من طرد خبرائهم من مصر وهم المزودون للدفاعات الجوية به. غياب صواريخ الدفاع الجوي يعني أن إسرائيل هي من تكسب لو قامت مصر بالحرب. ما الحل؟ كل الحلول تبوء بالفشل ليكون عبر عقل ذهبي. شاب مصري يعمل أستاذا بالمركز القومي للبحوث قلب الموازين، الدكتور محمود يوسف سعادة، أهم أبطال حرب أكتوبر المجيدة، العالم المدني أحضره الرئيس السادات وهو يبلغ من العمر 35 عام لتعرض عليه المشكلة ليقول هنحارب الحل موجود. وقد كان تكوين الوقود من العناصر المستخدمة فيها وفك شفرات الوقود لعوامله الأساسية والنسب من تلك المكونات خلال شهر واحد نجح الدكتور سعادة في إنتاج 240 لتر من الوقود المنتهي صلاحيته، وتم التكليف بإحضار زجاجة عينة من الوقود من بلد غير الاتحاد السوفيتي. ثمان عشرة ساعة يومياً ليتم إنتاج 45 طن مستخرجة من الوقود المنتهي الصلاحية، وهنا العبقرية لتتم التجربة لتكون ناجحة، ليلعب سلاح الجو دورا هاما في حرب أكتوبر، ليكبد إسرائيل خسائر فادحة بتدمير 326 طائرة إسرائيلية في حرب أكتوبر. الدكتور محمود سعادة هو أول من عمل في مجال الكيمياء الصناعية، شغل منصب نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومدير مكتب براءة الاختراع في التسعينيات. توفي في 28 من ديسمبر عام 2011
وحاز على جائزة الدولة التشجيعية ووسام العلوم والفنون. هناك أبطال يظلوا حاضرين ليكونوا مفتاحاً من مفاتيح النصر المجيد. سوف يجيء يوم نجلس فيه لنقص ونروي ماذا فعل كل منا في موقعه، وكيف حمل كل منا أمانته وأدى دوره، حتى تستطيع أمتهم أن تعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء. من مصر، محمد عبد العال. We'll be right back.